المومبو جفت مرة أخرى. الأمطار دامت لأسابيع لا لأشهر. وقت العناء حان بالنسبة إلى الضعفاء، أما بالنسبة إلى الضباع فهو موسم الوفرة. تسيطر الآن على آخر مجاري المياه المتبقية والغابة المحيطة بها. كوتلو الصغير الخارج من العرين لديه صيد عليه ملاحقته. دخيل منذ ولادته يتوق للانضمام إلى صفوف الجيش والتوافق مع بقية الضباع أيضاً. لكن ذلك فقط إن استطاع إثبات جدارته وإظهار نفسه يوماً ما كصياد عظيم. كل ما يحتاجه إيجاد الهدف المناسب. هذا كبير وهذا فوضوي. كوتلو المحرج يأس لإثبات أنه جندي، وأثبت فقط أنه يمثل عائقاً. موتسيدي الشابة أميرة الغابة المراهقة ترى مخزن طعامها ممتلئاً. اللجوء من الجفاف. لكن عدد اللصوص في ازدياد. الضباع تسرق ما هو حق لها. هذه لعبة مخصصة لاثنين. موتسيدي تعلم أنه حتى الشراهة تحتاج إلى استراحة من طعامها. إنها مسألة وقت وحسب. الآن الفرصة التي تنتظرها. احذري موتسيدي. التعقل للقوة. السرقة من اللصوص وأمام أعينها مباشرة. اللحم المسروق ألذ اللحوم. لكن احترسي أيتها الأميرة،
احذري أن ينتهي بك الأمر كوجبة لأحدهم.